إحدى الكلمة للأستاذ ميلود غرافي في مداخلة بعنوان البقاء للأدب سردية المنفى والأنا والآخر في رواية قد لا يبقى أحد، فليتفضل أستاذ غرافي. أستاذ غرافي، عفوا، مرحبا. مساء النور. مرحبا، شكرا جزيلا على الاستضافة، وهنيئا لمختبر البحث في أدب الرحلة على المجهودات الجبار التي يقوم بها من أجل البحث في مكونات السرد العربي قديما وحديثا. ومساء النور أيضا، تحية خاصة لضيفنا الروائي السوري الكردي الأستاذ هيثم حسين. أهنئه بدوره أيضا على هذا النص السردي الجميل الذي استمتعت بقراءته، وسأحاول في هذه المداخلة أن ألم ببعض القضايا التي أثارت انتباهي. فأبدأ بالقول بأن أولا أخ أيوب قد أشار إلى محتوى الرواية، إذن لن أعود أو لن أستفيض في الأمر ولن أكرر المسألة. أريد أن أشير إلى أن من يبحث في هذه الرواية عن حبكة أو قصة لها بداية ووسط ونهاية قد ربما يصاب بخيبة أمل، لأن النص جاء متشظيا على مستوى الخيط الزمني للأحداث والمشاهد، وهو تشظي يعكس ربما التشظي النفسي الذي يعيشه اللاجئ وطالب اللجوء، خاصة ككائن لا يتحكم كما يشاء في حاضره فبالأحرى مستقبله. ضبابية الرؤية نحو الآتي: الانكسارات المتعددة على مستوى العلاقات الاجتماعية التي تجري على إيقاع آخر غير الإيقاع الذي اعتاده اللاجئ في بلده الأصلي، ثقل الماضي أيضا على الذاكرة سواء كقطعة من حنين أو كجراحات لا تندمل مما خلفته السلطة السياسية والحرب على نفسية اللاجئين، كل ذلك في رأيي يتداخل بعضه ببعض دون ترتيب مسبق ويخضع فقط لسلطة الكتابة، وهي كتابة أدبية متدفقة تتحكم فيها الذاكرة مرة وتتحكم فيها مشاهد الحاضر مرة أخرى. النص في الحقيقة حافل بأسئلة ومحاور متعددة قد يطول الخوض فيها، لكن سأركز في هذه المداخلة فقط على 3 محاور شدت انتباهي ووجدتها جديرة بالاهتمام وربما النقاش. المسألة الأولى تتعلق بالمسألة الأجناسية لهذا النص. المحور الثاني مسألة الآخرية، وأنهي المداخلة بمحور ثالث عنونته بأدب المنفى واللجوء كأدب شهادة. فيما يتعلق بالمحور الأول أي المسألة الأجناسية، نجد أن الكاتب ومعه الناشر طبعا يصنفان النص في جنس السيرة الروائية، والحقيقة أن هذا النص رغم ما فيه من جوانب سير ذاتية في تجربة الكاتب مع الهجرة والمنفى، فإنه نص تتقاطع فيه أجناس أدبية أخرى، فهو أقرب خاصة إلى جنس اليوميات منه إلى الرواية، وكلمة يوميات واردة على لسان الراوي الكاتب باعتبار أن الراوي هنا هو هيثم حسين حين ينعت ذلك بيوميات البريطانية، حيث أن الخيط الرابط بين كل فصول الكتاب والأحداث
هو عبارة عن تأملات فلسفية أحيانا في بعض ما عايشه الكاتب شخصيا، وأيضا في بعض ما يدور حوله من مشاهد يتوقف عندها لطرح أسئلة مهمة وشائكة في تجربة المنفى واللجوء والأدب والاغتراب، السعادة مثلا، الحرية، الوطن، القومية، الهوية، الأقليات، أيضا مسألة الكردية، التطرف الديني، الاندماج الطائفية، حوار الحضارات، وأخيرا الكتابة ودورها داخل كل هذه الإشكالية والإشكاليات طبعا التي يعيشها ليس اللاجئ فقط إنما الكائن البشري في كل المأساة التي لديها علاقة معينة بشكل أو بآخر مع مأساة الهجرة واللجوء والمنفى. من هذه الزاوية تبدو مسألة اللجوء والمنفى محورية وثانوية في نفس الوقت. محورية لأنها هي التي تخيم بكل ثقلها على مسار السارد أو المؤلف، وتؤطر السرد ثم توجهه نحو مناحٍ أخرى، وثانوية من جهة أخرى لأن هذه المناحي أو الموضوعات التي تتفرع عن المحور الأساسي الذي هو اللجوء سرعان ما تأخذ حيزا مهما من الحكي والتأمل إلى درجة أحيانا يكاد يختفي فيها الموضوع المحوري أو يتوارى قليلا، وكأننا أمام نص يشكل فيه موضوع المنفى واللجوء مبررا أو حافزا سرديا أو بعدا خلفيا لموضوعات ومشاكل أخرى كالكتابة والسعادة والآداب والحرية والطائفية كما ذكرت آنفا. وهذا يشكل ولو بدرجة أقل استمرارا لما نجده في الأجيال الأولى لما يسمى بأدب الهجرة، حيث لم تكن الهجرة سوى مبرر لإثارة مسألة علاقة المثقف العربي بالغرب الاستعماري والحداثي في الآن نفسه. لكن هذا يؤكد أن موضوع الهجرة والمنفى واللجوء لا يمكن أن يطرح في الأدب أو في غيره من فنون الفكر والمعرفة دون أن يثير كل القضايا التي ترتبط به آنيا أو تاريخيا أو اجتماعيا أو سياسيا. لماذا؟ لأن الموضوع في الأصل تتحكم فيه وتنتج عنه كل هذه القضايا. وقد سبق لي أن كتبت منذ ما يقرب من 20 سنة مقالا عن إحدى روايات الهجرة، قلت فيه إن كل كتاب عن الهجرة كتاب عن الوطن. لم أقرأ نصا واحدا، والله يعلم أني قرأت نصوصا كثيرة فيما يسمى بأدب الهجرة يتحدث عن الهجرة والمنفى دون أن يستحضر البلد الأصلي بشكل أو بآخر. وهذا يؤكده بشكل واضح الراوي الكاتب حين يقول في نصه هذا، حاول أن أجد في الغربة يلح علينا هذا السؤال، سؤال الوطن، هذا ما يقوله الراوي. ويضيف: قد تغدو الغربة مرآة وسبيلا إلى الوطن. بمعنى لا يمكن أن نفصلها، لا يمكن تماما أن نتحدث عن الهجرة أو المنفى أو اللجوء دون أن نستحضر الوطن. يعني هذا الوطن هذاك يظل يمارس ديكتاتوريته علينا، على الكاتب المهاجر، حتى هو يحاول أن يتخلص منه أو على الأقل من بعض مظاهره الوحشية. الجنس الثاني، ولذلك قلت إن هنا حاضر الذي تحضر اليومية، هذا الجانب مهم في النص. الجنس الثاني الذي يتقاطع مع السيرة الروائية واليوميات في هذا النص هو أدب الرحلة. كم كنت سعيدا عندما اكتشفت
لان انجزت هذه يعني القراءه واخذت رؤوس اقلام قبل ان يتم نشر الملصق، وسعدت بان وجدت ان الموضوع يدخل في اداب الرحله، وانا اوافق اللجنه المنظمه على المساله. لماذا؟ لا اريد القول ان كل كتاب عن الهجره هو ادب رحله ابدا، لان اداب الرحله تتحكم فيه مجموعه من القواعد ترتبط اولا بمقصديه الكاتب، على اعتبار انه يسعى الى توثيق مشاهد وتاملات حول الفضاءات الجديده التي يدخلها، والتي يدخلها ليس كمهاجر او منفي وانما كرحاله. ان هذا جانب مهم، مقياس يجعلنا نفصل بين ادب الرحله وادب الهجره والمنفى واللجوء. بينما المهاجر يدخل هذه الفضاءات او المنفى برغبه الاقامه بها، ويعيش فيها غالبا باحساس اخر هو احساس المغترب. الرحاله لا يشكو من الاغتراب، انه يذهب في سفر مؤقت. إذن ما الذي يجعل هذا النص، نص هيثم حسين، في بعض فصوله أقرب إلى أدب الرحلة؟ أعتقد أن ذلك يتمثل على الأقل في الفصول التي يخصصها للقاهرة والإسكندرية وإسطنبول، بحيث يغلب على هذه الفصول شكلا ومضمونا التأملات التي لا ترتبط بالضرورة بسياق المنفى والهجرة، تأتي وكأنها في معزل عما سبقها عفوا من فصول عن مآسي اللجوء، وكذلك بمعزل عما ينتظر الراوي المؤلف من مسارات النفي والاغتراب، خاصة وأن الإحساس بالغربة والمعاناة لا تتجسد بشكل واضح ومعلن عنه إلا عندما يتم الوصول إلى بريطانيا. يعني ممكن نعتبر أن يعني مرحلة مصر وإسطنبول ومرحلة القاهرة وإسطنبول والإسكندرية والإسطنبول هي مرحلة كان يدرك فيها الراوي أنها محطة عابرة، وبحيث أن لديه استعداد وقابلية لنوع من الاندماج داخل هذا المجتمع المصري، فهو لم يعتبر نفسه آنذاك لاجئا. مسألة اللجوء والإحساس بالاقتراب والمنفى في 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 نفسية اللاجئ في هذا النص يعني تأخذ حيزها ومكانتها انطلاقا من الوصول إلى بريطانيا وطلب اللجوء. فلذلك أعتقد أن هذه الفصول المتعلقة بالقاهرة والإسكندرية وإسطنبول نصوص أقرب إلى أدب الرحلة منها إلى أدب المنفى. سريعا يمكن القول أنه يتم خلال هذه الأمكنة المحطات الثلاث استقراء هذه الأمكنة من منظار مسافر أو رحالة، ومن منظار المكتشف. الاكتشاف أي اكتشاف القاهرة مثلا في تفاصيلها التي يقول عنها الراوي إنها تخفي أكثر مما تظهر، هو الذي أي هذا الاكتشاف هو الذي يغطي على ما عداه من خصائص أجناسية، بحيث يقف الراوي الكاتب دائما على شوارع القاهرة الكبرى، شارع الهرم، شارع فيصل مثلا، وما بينها من حدود وفوارق اجتماعية، ثم على بعض وسائل النقل مثل توك توك أي هذه الدراجات النارية ذات ثلاث عجلات، والمترو والتاكسي إلى آخره. ثم لا يفوته أن يقف عند بعض المظاهر الأخلاقية والاجتماعية في علاقة المصريين مع الأجانب حتى وإن كانوا عربا، وكذلك الوقوف عند بعض الفضاءات الشهيرة مثل مقهى ريش ومقارنته بمقاهي شعبية جواره. ربما أعتقد وأن الناس
حسين يقصد مقهى البستان وإن لم يذكره بالاسم، ولكن كل من زار القاهرة ودخل مقهى ريش ثم لجأ غير بعيد من مقهى ريش دخل مقهى البستان، ومقهى البستان لا تدخله في الحقيقة، لأنه مقهى البستان فضاء عام خارج يعني، هو مقهى ضيق يتسع فقط لإعداد الشاي والقهوة والنرجيلة، والمرتادون للمقهى يأخذون شايهم ونفسهم من النرجيلة في الشارع العام، يعني في مكان خارج هذا المقهى. هو يشير إلى هذا النوع من الفوارق الاجتماعية بين مقهى ريش ومقاهي شعبية مجاورة يرتادها كل مثقف عربي يحس أنه لا ينتمي إلى نخبة مقهى ريش، ويعرج بنا بعد ذلك إلى الإسكندرية التي خاب ظنه بها، لأنه اكتشف أن المدينة عكس ما قرأه هنا وهناك، مدينة تعاني من الإهمال والفقر وتفتقر حتى إلى إشارات المرور. ثم بعد ذلك يعرج بنا إلى مباشرة إلى إسطنبول التي يكتشف فيها مدنا متعددة وهويات مختلفة. يقول في إسطنبول يغيب الانتماء الضيق، تتداخل الدوائر والانتماءات، يكون الانفتاح سمتها. هذه الإشارة لأدب الرحلة هنا أقف فيها عند مسألة الاكتشاف، يعني أن في هذه الفصول الثلاثة يعني ربما كان من الممكن أن نعزلها تماما عن باقي النصوص دون أن تلحق ضررا بسرد الرواية، لكن المسألة فيها نقاش. مع ذلك المسألة فيها نقاش، و لماذا فيها نقاش؟ لأن قلت قبل قليل إن الراوي دخلها كعربي، لكن سيكتشف خلالها أنه لا يكفي أن تدخل بلدا عربيا وأنت كعربي حتى تنتفي مسألة الآخرية، فالآخر أيضا موجود في البلدان العربية. وسأتعرض الآن إلى مسألة الآخرية التي تفرض نفسها بقوة في هذه الرواية، يعني علاقة الأنا بالآخر، علاقة الآخر بالأنا، من هو هذا الآخر ومن هو الأنا؟ هذه أسئلة يطرحها النص دون السقوط في ذاتية مفرطة ولا في حيادية مقنعة. الآخرية هي في الحقيقة صلب كل الكتابات السردية التي تتمحور حول الهجرة والمنفى واللجوء وما إلى ذلك. ليس هناك أدب مهجري أو أدب منفى لا يرصد إشكالية علاقة المهاجر أو المنفي أو اللاجئ مع الآخر، لأن كل تنقل في المكان هو تنقل في المشاعر والأفكار والهويات والثقافات، وكل إقامة أو ما يشبه الإقامة في مكان أو موطن جديد تستدعي جملة من التساؤلات في العلاقة مع ثقافة هذا الموطن وحاضره وماضيه ونسائه ورجاله. وكل سؤال عن الهوية، من أنا؟ ماذا أفعل هنا؟ كيف أقيم هنا؟ إلى آخره، يستدعي بالضرورة أسئلة العلاقة مع الآخر وطبيعة هذه العلاقة وآفاقها، وأيضا انعكاساتها على الأنا المهاجر اللاجئ والآخر. في نص هيثم حسين قد لا يبقى أحد، الرواية أو السيرة الروائية تتأسس منذ البداية، أي بدءا من العنوان، على نوع من الحوار مع هذا الآخر. العنوان الفرعي للنص أغاثا كريستي تعالي أقول لك كيف أعيش، هو حوار. بدءا من هذا العنوان نحن أمام الآخر،
يعني قبل حتى أن نلج أو نقرأ الجملة الأولى من هذا النص. أغاثا كريستي طبعا الكاتبة البريطانية الشهيرة المختصة في الرواية البوليسية والأكثر مقروئية بعد شكسبير والأكثر ترجمة في العالم، والتي عاشت بين القرن منتصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى سنة 1976 من القرن العشرين، كانت شغوفة بعلم الحفريات، فقامت منذ الثلاثينيات من القرن الماضي برحلات متعددة إلى العراق وسوريا، خاصة على حلب ودمشق، وأقامت أيضا في مدينة عمودة مسقط رأس كاتبنا هيثم حسين. ومن هذا من هذه النقطة لديه كامل المشروعية، وأعتقد أن من هذا المنطلق حاول أن يقيم أو يرد أو يدخل في حوار مع أغاثا كريستي. فأغاثا كريستي دونت في سيرة ذاتية معالم تلك الرحلات في كتابها كان Tell me how you live أو you live دي نقول أو you live كيفها you live صحح لي بالإنجليزي you live مسلم. طيب شكرا، تعال إذن قل لي كيف تعيش. إذن ها نحن إذن أمام تقاطع وحوار تناصي يقيمه الكاتب ليس على أغاثا كريستي الروائية، وإنما على أغاثا كريستي الرحالة الأوروبية. يقوم الكاتب إذن بقلب المعادلة، فيدعو الكاتبة البريطانية الشهيرة ومنها العالم الغربي الذي يقيم فيه إلى الاستماع إلى حكايته بعد أن استمع هو إلى حكايتها. الفرق طبعا هو أن رؤية أغاثا كريستي إلى الشرق هي رؤية رحالة استكشافية مستكشفة، لكن رؤية الراوي المؤلف هيثم حسين هي رواية لاجئ أو رؤية لاجئ. النص يسجل نفسه منذ البداية إذن كخطاب يلبي دعوة الكاتبة البريطانية إلى الحكي، إلى الجواب عن سؤال كيف تعيش. سيتعزز هذا الخطاب داخل النص عندما يعرض الراوي إلى بعض أفكار أغاثا كريستي عن الشرق، وهي في الحقيقة نفس الأفكار التي طبعت المخيال الأوروبي الكولونيالي منذ القرن التاسع عشر، وجعلت منه ذلك العالم السحري والبسيط الذي يهرب إليه الغربيون من أجل التخلص من ثقل آليات العالم الصناعي الرأسمالي التشييعي للإنسان، حتى أن الغرب اخترع شرقا آخر لا يوجد إلا في مخيلته، وهو ما حدا الكاتب الفلسطيني الأمريكي الشهير إدوار سعيد إلى البحث في الموضوع اللي يكتب كتاب الاستشراق. من الأفكار التي يعرضها الراوي تصور أغاثا كريستي عن السعادة، تقول أفكر في كم هو بسيط هذا الجزء من العالم، أقصد سوريا، وكم هو بالتالي سعيد. كل ما سيأتي من فصول في نص هيثم حسين هو بشكل أو بآخر رد على أغاثا كريستي، ومنها على الطرح الاستشراقي عما يسميه هذا الأخير بالشرق. لذلك يدخل الكتاب في جانب منه على الأقل فيما يسمى بالأدب ما بعد الكولونيالي، الذي وسم العديد من النصوص الأدبية منذ رواية موسم الهجرة إلى الشمال طيب صالح، وكتاب الاستشراق لإدوار سعيد، وكتابات فرانس فانون وغيرها. فيما يتعلق بالكتاب السوريين نجد إلى جانب هيثم حسين كاتبة سورية وكردية هي أيضا، أقصد مها حسن المقيمة في فرنسا، تندد في روايتها حبل سوري بهذا التصور المغلوط عن الشرق، فتقول ليس الشرق هو الشمس دوما، ولم تعد الشمس تشرق من أرض القسوة والاستبداد، بل أصبح الشرق باردا
ولا مباليا أنانيا وانتهازيا. انتهى كلام شخصية رواية حبل سوري. إذن هذا أيضا رد مضمر على رؤية أغاثا كريستي والمخيال الغربي بشكل عام، وهو نفس الرأي الذي يتبناه الراوي في نص هيثم حسين حين يقول: أجزم أن ذاك الزمان بمفاهيمه قد ولى إلى غير رجع، وتلك السعادة المضللة قد تبددت بحكم كثير من تفاصيل الحياة وكثير من المستجدات والدماء. كل لاجئ، يضيف الراوي، كل لاجئ سيء حتى يثبت العكس، وكل لاجئ جيد حتى يثبت العكس. هاتان الجملتان، هاتان العبارتان المهمتان جدا في الرواية، هما في الحقيقة مقولة واحدة تعبر عن نظرة الريب والشك التي تحيط بالمهاجر أو اللاجئ في بلد الإقامة. لكن الراوي يرفض أن يبرر هذه الآخرية على أنها صراع بين ضحية وجلاد، بين غربي عنصري وعربي ضائع في بلاد المهجر. خرجنا من رؤية من رؤية يعني موسم الهجرة إلى الشمال. لم يعد السرد العربي الآن المهتم بأدب المنفى يضع الثنائية يعني الراديكالية بين الغرب كعدو والشرق كملائك. الراوي قلت يرفض أن يبرر هذه الآخرية على أنها صراع بين ضحية وجلاد. هو يحاول تقويض هذه الثنائية التي استبدت بالكثير من الكتابات العربية عن المهجر الأوروبي، ثنائية الشرق والغرب، ويحاول تفسير هذه الآخرية العدائية على أنها في كثير من الأحيان نتاج سلوكات غير لائقة من طرف بعض اللاجئين. اللاجئ في نص هيثم حسين ليس كائنا ملائكيا، هو فعلا كما يقول كائن مذعور كما يصفه، لكنه في الوقت نفسه كائن متقوقع على نفسه، يعيش بأقنعة وفي غالب الأحيان بنفس ثقافة البلد الذي هرب منه. يقول الراوي: كثيرة هي الخدع التي يلجأ إليها اللاجئون في بلاد اللجوء، منهم يعتبرها شطارة أو فهلوة، ومنهم من يعتبرها تجارة، وفي كل الأحوال تساهم بتغيير النظرة إليهم من التعاطف والشفقة والاحتضان والحماية إلى النفور والتشكيك. انتهى كلام الراوي. اللاجئ المنحدر مما يسمى بالعالم العربي يريد التحرر من السلطة السياسية لبلده الأصلي وأزمته الاقتصادية الخانقة، ولا يقبل التحرر من الفكر الذي انتج تلك السلطة السياسية نفسها. يهرب من الدكتاتورية لكنه يجر معه فكرا بطريريكيا وتسلطيا تجاه زوجاته، وهذا وارد في إحدى فصول الرواية. ففي فصل بعنوان تمزيق الأقنعة يحاول الراوي الكاتب إسقاط الأقنعة عن اللاجئين السوريين عبر تشخيص بعض سلوكاتهم وأحوالهم الاجتماعية وإظهار حجم التناقضات التي يعيش فيها الكثير منهم، خاصة في علاقتهم بزوجاتهم، حيث يصممون على التعامل معهن ككائنات دونية وكأنهم لم يغادروا بلدهم الأصلي قط. وفي فصول أخرى من الكتاب نقرأ أن هؤلاء لا يجمع بينهم سوى وضعهم الاجتماعي كلاجئين. بحيث أن الريبة والشك في بعضهم البعض تفرز آخرية جديدة. كنا نتحدث الآن قبل قليل عن الآخرية مسألة شرق وغرب.
لكن داخل مجموعة اللاجئين، أي داخل الأنا، توجد آخرية جديدة، آخرية أخرى، وهو هي آخرية إثنية أو دينية أو وطنية، وهو ما أسميه هنا بالآخرية الأفقية مقابل الآخرية العمودية الكلاسيكية التي تحدثت عنها الرواية العربية كثيرا، أي آخرية الشرق والغرب. الآخرية الأفقية بدأت تتشكل أدبيا منذ الثمانينيات من القرن الماضي، عندما بدأت ظاهرة هجرة المصريين والمغاربيين إلى دول الخليج، بحيث سيدرك المهاجر العربي ذاك أنه لا يكفي كما قلت في بداية هذه المداخلة أن تكون عربيا كي يرضى عنك العرب، وأن المسألة وحتى كرديا كي يرضى عنك الكرد، وهذه مسألة أيضا يشير إليها الكاتب. يكتشف أن المسألة في الهجرة ليست مسألة عرق أو دين أو تاريخ مشترك، وإنما مسألة تراتبية اجتماعية واقتصادية أيضا، يتفوق فيها القوي على حساب الضعيف. ولدينا في رواية إبراهيم عبد المجيد المصري البلدة الأخرى، وكذلك في رواية دق الطبول للمرحوم محمد البساطي، صورة مفصلة عن هذه الآخرية، ويمكن أن نضيف إليها إلى هذه أسماء أخرى من الخليج، فادي إسماعيل مثلا، المرحوم فادي إسماعيل الذي كتب روايات كثيرة عن هجرة العرب وغير العرب إلى الكويت. ونجد لها أيضا لهذه الآخرية صدى في رواية عراقي في باريس لصامويل شمعون، حين ينصح مثقف عربي مقيم في باريس بطل الرواية بضرورة الابتعاد عن العرب، أن العربي يصبح شخصا غير مرغوب فيه، يجب الحذر منه. في سيرة هيثم حسين الروائية نجد تشخيص الراوي لهذه الآخرية بين اللاجئين السوريين أنفسهم، أكرادا كانوا أم عربا. يقول الراوي: حين يلتقي السوري بالسوري يشعر كل منهما بنوع من الحرج لا يفصح عنه، يحاول أن يداري عينيه كي لا تلتقي بعيون الآخر، وإن التقت عيونهما يحاول أن يحيي على خجل وبسرعة، ثم يكمل طريقه وكأنه في عالم آخر، أو كأنهما يكادان لا يعرفان بعضهما البعض أو بعضهما بعض عفوا. انتهى كلام الراوي. في بلاد المهجر يضيف الراوي: اللاجئ ذئب اللاجئ يتربص به من حيث لا يدري ولا يخطط، وقد يوقع به مصادفة يعكر صفو حياته التي يهندس فرادتها وتمييزها. إذن داخل مجموعة اللاجئين هناك آخرية تستحق التوقف عندها. حتى لا أطيل، أريد في المحور الثالث والأخير أن أشير إلى هذه العلاقة للكتابة مع ما أشرت إليه، علاقة الكتابة الأدبية بهذه المواضيع، يعني الآخرية والمنفى وكذا. سميت هذا المحور بأدب الشهادة، أدب المنفى أو أدب اللجوء كأدب شهادة، بحيث أن الكاتب يطرح في بداية النص ونهايته أسئلة عميقة في علاقة الأدب بالاغتراب واللجوء، وعلاقة الراوي والكاتب، الشاهد، هذا كلام الراوي، الكاتب الشاهد الشهيد، علاقته بذاته وبكتابته وبشخصيته، وهو يكتب أدبيا عن تجربته كلاجئ، فيتساءل إن كان حقا يجد نفسه فيما يكتب، خصوصا وأن اللاجئ كما يقول هو في المكان وليس منه،
هو في المكان وليس منه، معلق في الفراغ، لا هو مستقر ولا هو متنقل ولا هو قاعد ولا هو من أهل الترحال. الكتابة أدبيا عن الهجرة تثير سؤال الجدوى من الكتاب ودور الأدب. أفتح مزوجتين إزاء هذا الخراب، هذا كلام الراوي. يقول الراوي: ما الذي يمكن للروائي أن يسرده وهو القابع في قوقعته، الشاهد الشهيد على ضفاف الخراب المستشري؟ إذن الكاتب محاصر بأسئلة متعددة منذ البداية، فيها واحد النوع من العلاقة ومن القلق تجاه مسألة الكتابة. الكتابة عن موضوع هو طرف أساسي فيه، كأنه يخشى السقوط في الذاتية تجاه تجربة جماعية. تجربة هيثم حسين كلاجي ليست تجربة فردية، هي تجربة جماعية يعيشها الآلاف من السوريين وغير السوريين. ثم إن ما يقلقه أكثر في رأيي ليس فقط الغرض مما يكتب، وإنما وهذا هو الأهم، كيف يكتب المنفى وكيف يكتب الاغتراب. ويسقط الأقنعة عن واقع يصفه بالخراب، وهو يشعر بأن الرؤية التي يرصد من خلالها مكونات المنفى رؤية محدودة كما يقول، يشوبها الارتباك والضبابية. هذه الأسئلة وغيرها هي التي أعطت للنص قيمته الأدبية، من حيث أن صاحبها، ولا ننسى أنه ناقد أيضا وكتب أشياء كثيرة عن الرواية والسرد الروائي، يدرك جيدا أن الرصد الأدبي لظاهرة اللجوء والمنفى لا يجب أن يسقط في تغليب الفن على الواقع، ولا في تغليب تقريرية الوصف الواقعي على الفن. لأن الكاتب يعي جيدا وهو يكتب سيرة روائية، يدلي في الوقت نفسه بشهادة لا يطمع في أنها ستغير وقع اللاجئين ومجرى التاريخ طبعا، لكن ستحرر على الأقل الكاتب اللاجئ من ما يسميه كهوفه الداخلية المعتمة، وستحرر داخله ما يسميه بالجني القابع في قمقمه المظلم، ليعبر عن وساوسه والتصريح عن رغباته. هذا كلام الراوي. الأدب إذن هو الوسيلة المثلى لتحرير اللاجئ كاتبا أو قارئا من تلك الكهوف المظلمة. ولعل هذه الرغبة في تحرير الذات من غياهب البكاء الداخلي والإحساس بالضياع هي ما أنتجت منذ الخمسينيات، ليس في العالم العربي، في الغرب أولا، ما يسمى بأدب الشهادة. وكان أول عمل أدبي تولد عنه هذا المفهوم هو كتاب هل هذا هو الإنسان، للكاتب الإيطالي اليهودي بريمو ليفي، الصادر سنة 47 من القرن الماضي، والذي يحكي فيه عاما من الحياة الموت، سميها من الحياة الموت في معتقل أوشفيتس الرهيب. ولاقى الكتاب نجاحا كبيرا فأدرجه النقد في أدب الشهادة، خاصة وأن الكتاب ليس رصدا أو وصفا فقط للوضع الدرامي لمعتقلي أوشفيتس، وإنما بين هذا الوصف وذاك أسئلة وتأملات وتعليقات على المشاهد التي يرصدها. ومنذ ذلك الوقت توسع مفهوم أدب الشهادة ليشمل قضايا الحرب واللجوء والهجرة وغيرها من الأوضاع المأساوية للكائن البشري. وأنا أقرأ كتاب هيثم حسين أجد فيه تقاطعا على مستوى الكتابة مع كتاب بريمو ليفي، خاصة من حيث تنقل الراوي بين الحكي والتعليق والتأمل الفلسفي، وكأني به يقول على طريقته: هل هذا هو الإنسان حقا؟ هل هذه هي الحياة حقا؟
هل هذه هي العائلة؟ بعدما تعرضت عائلته للتشريد وانتقل أفرادها بسبب الحرب إلى أماكن متعددة ومتباعدة في سوريا، في العالم عفوا. يقول الراوي: لي أخت في السويد وأختان في تركيا وواحدة في كردستان العراق وخامسة في سوريا ولي أخ في النمسا وآخر في الإمارات وثالث في تركيا، أمي وأبي في سوريا وأنا هنا في بريطانيا. هذا التشريد الخراب الذي حل بالسوريين والعراقيين من جراء الحرب يطرح سؤال البقاء. ما الذي يتبقى من وطن أو هوية عندما يضطر الإنسان إلى النزوح والهجرة واللجوء؟ ما الذي يتبقى من وفي الكائن البشري من حس إنساني عندما يبني جدرانا عازلة تقيه من تدفق اللاجئين؟ إشارة هنا إلى ما تفعله بعض البلدان الأوروبية. ما الذي يتبقى منه أيضا حين يكون هذا اللجوء نفسه على حد تعبير الكاتب صفقة عالمية تعقد وتدار في سوق سوداء من شأنها إدارة وتحريك أموال على مستوى العالم؟ شكرا لكم ومعذرة عن الإطالة. شكرا.